السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده متابعين على قناه اليوتيوب؟ زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات بتاع سوق واقف على الترام اللي في مشيرب، بس زي ما قلت لكم هو بيفتح من 3-9 يمكن. فدلوقتي انا واصل بدري شويه النهارده، حبيت اركب الترام وواقفين في محطه الحي التراسي دلوقتي في مشيرب، مستنيين الترام اللي جاي عشان نركبه، وان شاء الله تكون رحله جميله ان شاء الله. والترام وصل اهو دلوقتي زي ما انتم شايفين، تجربة ظريفة جدا، اتمنى الكل يجربها في مشيرب. The next station is Al-Baraha. The nearest station to Mandarin Hotel. This is the third year of Al-Baraha. دلوقتي راكب الترام زي ما انتم شايفين ماشي 100، وهنزل المحطة اللي جاية قرب سواقف عشان نرجع سواقف ونركب المترو من هناك. بجد يعني الموضوع ممتع وظريف وجميل جدا. دلوقتي نزلنا، اعتقد المحطة اسمها الجالاريا ترام مشيرة. نرجع ماشي لحد سوق واقف. مشيرة بمنطقة جميلة جدا، من أقدم المناطق هنا في قطر. هي أول منطقة يمكن في قطر أصلا. الجو جميل والمكان ممتع جدا،
اتمنى تكونوا استمتعتوا معايا في الفيديو زي ما انا استمتعت هنا، ويا ريت اي حد في قطر يجي يزور مشيره ويركب الترام اللي هنا، بجد تجربه جميله جدا. اشوفكم في فيديو جاي تاني ان شاء الله على خير. السلام عليكم.